رح نتابع حلقتنا وننتقل الى فندق الكومودور بالحمراء لنضوي على سلسله من ورش العمل يلي نظمها المعهد اللبناني لدراسات السوق لطرح حلول حول المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه. تقرير. المشاكل الاقتصادية والاجتماعية يلي عم بيعاني منها الوطن والمواطنين أصبحت تحت مجهر المعهد اللبناني لدراسات السوق يلي عم بيتواصل مع الأحزاب السياسية من أجل البحث عن حلول. الأحزاب اللبنانية عندها النية أن تحل المشاكل، ونحن هون لنقدر نشتغل نحن وياهم، نفكر نحن وياهم شو هن المشاكل اللي برأيهم أولوية وشو هي الحلول لها. Today we are actually like finishing a program that we an academy that we have done for one year now. It's an partnership that we do with LIMS, Friedrich Naumann Foundation. It's the German liberal political foundation. خمس أحزاب لبنانية شارك ممثلية عنا بورشة تدريبية، كل واحد منهم طرح مشكلة واقترح حل، بدءا من مشاكل الطرقات، حوادث السير، الكهرباء والمدارس الرسمية. المدارس الرسمية عم بيعانوا من مشاكل، من مشكلة كثير كبيرة، هي مشكلة التكاليف العالية ورداءة المستوى وتدنيه أمام القطاع الخاص، أمام المدارس الخاصة. عم نقترح اليوم أمرين أساسيين بيتعلق بنظام الفاوتشر سيستم، هذا النظام بيعتمد على إعادة تموضع أو إعادة ترتيب الإنفاق العام اللي عم تقوم فيه الدولة اللبنانية للتعليم الرسمي. المشروع المطرح هو خصخصة القطاع، خصخصة النقل المشترك أولا، وثانيا هو تأهيل الطرقات بدعم أوروبي وبدعم من البنك الدولي بالعالم أكثر. ونحن لاحظنا أنه الهدر والفساد بقلب القطاع ما بيسمح البلد تتوصل كهرباء 24/7، سو نحن عم نقول انه انتاج الخصخصه هي رح توصلنا ل 24 ساعة كهرباء، وبذات الوقت يسمح للبلد يطلع من هالفساد ومن هالهدر. ورشة العمل يلي أقيمت بفندق الكومودور بالحمرة خلصت بمجموعة من الأفكار والحلول، بيبقى تطبيقها بيد كل معني بالأمر. من خلال الوركشوبس اللي عملنا إياهم لمس قدرنا نعرف كيف نعمل بوليسي بيبر. موضوعنا بهالبوليسي بيبر كان إنه نفوت لبنان على المنظمة العالمية للتجارة اللي بتحل ثلاث أرباع المشاكل ما عم بيواجهها البلد. رح بتساعد إنه نجيب شوية انفسترز من برات لبنان، اكسترنال انفسترز، هول الاكسترنال انفسترز فيهم يفتحوا بهالمنطقة الاقتصادية الحرة مشاريع من الاندستري، أي نوع اندستري او اي نوع معين، وبتساعد انه يزيد فرص العمل بالمنطقه وتحديدا بشمال لبنان.